مشكلة بيعاني منها كل الناس أكيد، موضوع النوم واضطرابات النوم والأرق يلي ممكن تصيب أي حدا فينا وتأثر بشكل كتير كبير على حياتنا اليومية، على شغلنا، ممكن في معكرين المزاج، مو قادرين نتعامل مع الناس يلي حوالينا. كيفك مع النوم يا رشا؟ سؤال محرج. لا أنا حدا كتير يعني بطول لنام، بفكر كتير، يعني حالة قلق على طول أو أرق مثل ما بيقولوا بالمصطلح الطبي. اليوم ضغوط يمكن الاجتماعية اللي عم نعيشها، الظروف النفسية الخاصة بحياتنا، كتير ممكن تكون هي سبب أساسي بهي الحالة اللي عم نعيشها. يعني أحيانا الإنسان بيوصل لمرحلة إنه جسمه حس في انه خلص فرط يعني، بس ولكن العقل الباطني شغال. اليوم رح نضوي على هي الفكره، شو هي الاسباب اللي عم تؤدي لها حدوث هي الحاله، شو هي اهم طرق العلاج. وضيفنا لليوم هو الدكتور احمد تاجي، اختصاصي بالامراض النفسيه وعلاجها. يسعد صباحك حكيم، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يعني هيك حبينا بدايه نعطي تفسير اليوم لاضطرابات النوم يلي ممكن تصيب اي حد فينا وتأثيرات أكيد على حياتنا. خلينا نخبر بداية المشاهدين عن النوم بشكل عام وأطوار النوم. هلأ كتير مهم أنه نحكي عن النوم حقيقة، حتى قبل ما نفوت على الهواء كلكم قلتوا عندكم اضطراب النوم. كيفك مع النوم أول شيء دكتور؟ حقيقة النوم هو بياخد تلت حياتنا، يعني شغلة مهمة أكيد، وخاصة أنه النوم هو تجديد لكل شيء، وبيجدد خلايا الجسم، هو جهاز المناعة بيرجع بياخذ قوته بالجسم، بالإضافة للذاكرة سألتيني عليها قبل شوي. حقيقة هو بنظم الذاكرة، يعني نحن الأحلام تبعنا بتنظم لنا كل شيء اشتغلنا فيه الصبح، وكل شيء كان عندنا ذاكرة قريبة كتير بتحطها بتأرشفها هيك مثل ما بيقولوا، وترجع بتخزنها لحتى نستعملها وقت نحن بدنا إياها. هي تنظيم لكل الجسم. حقيقة نحن قبل لهلا ما بنعرف كثير عن النوم، بس لما اكتشفوا تخطيط الدماغ الكهربائي بلشوا يخططوا مراحل النوم، ولقوا انه نحن مو بننام من اولها ومن في نفس المرحله. نحن عندنا من 4 إلى 5 مراحل، خلال هالمراحل هي بنمر بنوعين من النوم، نوم حركات العين السريعه ونوم حركات العين البطيئه. لما حكيتي لي انه بتنامي بس تحسي حالك فايقه، هذا النوم الثاني. يعني نحن بنبلش بال1 و2 فوتة بالنوم، 3 و4 هو النوم العميق اللي بيحدث فيه مثلا المشي اثناء النوم، اللي بيمشي اثناء النوم ما بيتذكر شو صار معه، لانه هو غارق، مخه باقل نشاط، قلبه باقل نشاط، الدم بروده الدم كله، يعني الجسم نايم بشكل كامل. بعد من هدول الفتره هي اللي هي 45 دقيقه كلها من مرحله 1 للمرحله 4، انا بحاول احكيهم باختصار كثير، بنروح على حركات العين السريعه اللي بيرجع بتنشط الدماغ. فالشخص اللي عنده قلق او توتر او مشاكل كثير هو نايم، بس نايم حركات العين السريعه، يعني دماغه لسه شغال، ففي ثاني نهار ما له مرتاح. هي اصعب شيء دكتور. تمام، نحن بنمرق بخمس مراحل من هدول، يعني نحن مثلا بنحكي على الكوابيس، الكوابيس الليليه مثلا بتحدث مرحله النوم العميق، بينما الاحلام اللي نحن بنتذكرها، لانه كل ما اتجهنا باتجاه الصبح بيكون الدماغ نشط اكثر، فنحن بنتذكر الاحلام اللي بتجينا بالصباح. بس النوم شيء مهم كثير حقيقه، وكثير مهم انه نعتني بموضوع النوم. نحن ما عم نعتني فيه، يعني ان كان للاهالي طبعا، بما انه عم نحكي بالصباح ما حنحكي كثير طبي، خلينا بس نوجه لهم انه حقيقه اذا ما كان في هدوء قبل النوم، اذا كنا ماسكين هالموبايل ونازلين في راي، لانه نحن بالنهايه الموبايل او وسائل التواصل هي وكل هالشغلات عم تعطينا معلومات سريعه 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 ومختصره، بس هي المعلومات بتخزنها بين الدماغ، فهو نحن اتفقنا انه هو عم يخزنها بالليل، فما حيقدر، يعني حيكون تعبان كثير. فنحن كثير مهم انه نعطي راحه شوي، انه نحن اذا بدنا نلعب رياضه كمان من الشغلات المهمه بالنوم، اذا نلعب رياضه نلعب قبل المغرب، ما نلعب بعد، يعني عشان يكون الجسم مرتاح. اذا ما نمنا ما نفوت بالسيركل او الدائره تبع نايم فايق نايم فايق، نوم شوي، نقعد 10 دقائق بهدوء، مو نمسك الموبايل، نقعد 10 دقائق بهدوء، رد نرجع نحاول النوم. ممكن ننظم نومنا، مو صعبه. طبعا حكيتوا على الارق، اكيد الارق هو بالنهايه نحن، بس حتى نشخص نحن ارق كمرض، نحن بحاجه لفتره، مو بس مره واحده ما نمنا، بحاجه لشهر، خلال الشهر هذا عم يصير معنا 2 لـ3 مرات مشكله بالنوم. هلا مشاكل النوم هي 3 حقيقه، يا اما ما بتقدري تفوتي بالنوم، يعني بتفوتي بدك تنامي طولتي لتنامي، يا اما بتحسي حالك عم تفيقي كذا مره اثناء النوم، يا في ناس بتلاقي فيقوا بكير ما بيعرفوا ايش عم فيقوا بكير. وهون كمان ما لازم يخافوا الناس، لانه الناس بتقول انا ما نمت 7 ساعات، لا مو مزبوط هالحكي. هي جسم، كل جسم بيختلف من جسم لاخر، يعني في ناس بتنام 4 ساعات
وكافي بالنسبة لها حتى 3 ساعات، في ناس بتنام وكافي لها، وفي ناس بتنام 7-8 ساعات لحتى تلبي احتياجات النوم تبعها، في ناس 13 ساعة كثير بقى. طيب دكتور، اليوم هيك ضوينا سريعا اليوم ممكن مع بعض الأسباب وأنواع الاضطرابات، ولكن اليوم طبيا ونفسيا إذا بدنا نحكي اليوم عن أهم الأسباب اللي بتأدي لحدوث هاي الاضطرابات عند الأشخاص. في قلق أساسي، في قلق ممكن يكون سببه أسباب عضوية، أمراض معينة، أمراض جسدية يعني ممكن تسبب كثير قلق، في أدوية كثير بتسبب قلق. بس اكثر الاضطرابات النفسيه حقيقة بتساوي، اذا بنحكي على الاضطرابات النفسيه يعني اللي عنده اكتئاب اكيد حينصاب بقرف، اللي عن يعني نحن دائما حتى بالتشخيص مثلا تشخيص اكتئاب عندنا بنت بيقول يا زياده يا نقص بالنوم، هذا ضمن البنود تبع الاكتئاب اللي بدنا نشخص فيها. فاكثر الاضطرابات النفسيه بتساوي، بس كمان بدنا ننتبه على الادويه، كثير من الادويه حقيقه اللي بتنكتب ممكن تساوي قلق، فكثير مهم اذا نحن بلشنا بدواء جديد ولقينا انه بلش القلق بعد منه انه نراجع الطبيب اللي اعطانا الدواء حتى يغيره بانواع ثانيه من الادويه. كثير اسباب ممكن تكون للقلق، بس اهم شيء واكثر شيء منتشر طبعا هو القلق، هذا اللي سببه القلق بصراحه اللي اكثر الناس عم تعاني منه هلا، سبب الذكريات اللي عايشينها. لا ننسى نحن عشنا عده صدمات يعني بالفترات الماضيه بالسنوات السابقه، هي الصدمات نحن بنفكر انه نحن طلعنا منها، بس حقيقه لا ما طلعنا منها بشكل كامل. لذلك نحن بالرابطة سوينا شيء اسمه برنامج فضفضه سمعانين فيه، وبرنامج للدعم النفسي عبر التليفون مجاني. كثير جانا اتصالات اثناء الازمات، ان كان زلزال ولا قبل ولا بعد، الاشخاص ما بقى قدرت تنام لانه ذكرياتها كلياتها عم تجيها بالليل، ما لها مرشفه بشكل صح، هن عم يحسوها انه هن عم بتذكرين بس هن ما لها متذكرين الحدث بشكل كامل. فنحن كثير قدرنا نساعد بهالموضوع هذا. ولكن دكتور في احيانا بعض الاشخاص بيكون يعني هنهم طبيعتهم هيك، انه هنهم الاشخاص اللي قبل النوم ممكن بيكون داخلين نيه النوم، ولكن استرجاع الذكريات وخاصة القديمة، ممكن جلد الذات، محاسبة النفس على قصص كتير بالحياة، بجوز راحت وما إلى معنى بحياته، يمكن هاي من أصعب الحالات اللي بيعاني منها الإنسان. هلأ فيكي أنت تعملي شيء تاني، أول شيء يعني نحن ذكرياتنا فينا نتعايش معها، ما ضروري نحن نضلنا نفكر فيها ونضلنا نعاكسها ونضلنا نكرهها، لا نتعايش موجودة هي حقيقة. بس فينا بكل بساطة يعني نحن عنا بالنهاية جزئين بالرأس، يمين ويسار، صح؟ أحيانا مستعمل يمين. بس في إنسان ما بيتقبل دكتور. لا بس فينا نعاكس بأفكار حلوة، يعني فينا نفكر بأشياء حلوة قبل النوم، نحلم أنه نحن ما حتتحقق، نحلم أنه نحن بجزر هاواي قاعدين وحوالينا البحر وصوت العصافير، يعني الموسيقى الهادئة مثلا قبل النوم كثير بتساعدنا، الاسترخاء، تمارين الاسترخاء، تمارين تنفس، يعني في كتير شغلات موجودة. بس للأسف أكثر الناس عم تفتح تشوف الشغلات المؤلمة يعني حقيقة على التلفزيون ولا على هذا، وما عم بتحاول قبل النوم إنه تحط مثلا صوت هادئ، صوت بحر، صوت موسيقى، عصافير، صوت أي شيء بيعطي استرخاء بالجسم. أنت فيكي تلعبي بجسمك قد ما بدك، يعني ما له صعب كل هالقد. بديت أدرب الجسم على فكرة، في دليل يعني أنت إذا بدك تطلعي تقابلي مو حبيبك، خطيبك مثلا وكنتي مالك حاببتي، بتحسي ايدك لما بتطلعي هي عم تفتح الباب مالها مبسوطه، جسمك عم يعطيكي، دائما جسمنا بيعطينا اشارات تنبيهات، وحتى بمواضيع النوم حقيقه جسمنا عم يعطينا انه انا مالي مرتاح بالنوم، بلشوا تعملوا استرخاءات قبل النوم حتى نفوت على النوم ونحن مرتاحين. تمام دكتور، هلا لما بدنا نحكي عن اضطرابات النوم لابد انه نذكر هي المصطلحات، الحيلوله والقيلوله والعيلوله، خلينا نخبر المشاهدين اكثر اليوم قد ايه القيلوله ممكن تكون مفيده اليوم بين ربع ساعه لنص ساعه والعيلوله بيقولوا انه هي ممكن تكون كثير مضره للجسم، تكون بوقت متاخر من خلال النهار، في دراسات كثير. هلا هذا مزبوط الحكي، لاقول لك ليش، لانه نحن اذا فيقنا المريض بالمرحله، نحن اتفقنا اول مرحله اللي هي مرحله النوم العميق بتبلش مرحله 1 و2 اللي المريض بيقدر يفيق خلالها، هيدي خلينا نقول هي من 15 لـ20 دقيقه 25 دقيقه، بعدها مفوت بالنوم العميق كثير، فاذا فيقتي الشخص اثناء الفتره هيدي بيكون كثير مزعج له، فهذا المقصود بالقيلولة. تمام. لأنه نحن الظهر بعد الظهر إذا ننام يفضل أن ننام فترة الربع ساعة اللي هي لسه ما فتنا بالمرحلة 3 و4 تبع النوم العميق، مو معقول نفيق الشخص ودماغه بلش يخف، قلبه بلش يخف نشاطه، كل جسمه مرتاح، نجي نفيقه فجأة. فهيدي هي القيلولة. الثانية شو؟ الحيلولة. حيلولة وجه الصبح تقريبا بتكون وجه الصبح تقريبا دكتور، سمعنا كثير دراسات اليوم عن الموضوع وجه الصبح تماما، ممكن بتكون تقريبا الخمس دقائق الصبح بعد ما يرن المنبه، انه قد ايه بتكون ممكن مفيده حيلولة للجسم. اوكي غفوه هي تمام. هلا الصبح الفئه سهله كثير، لانه حقيقه اذا كنا نايمين مرتاحين مثل ما اتفقنا، نحن عندنا 120 45 هي النوم العميق و15 يعني 20 دقيقه، يعني نقصد اليوم في اوقات ما بيناسب فيها النوم،
يعني هي الفكرة أنه إحنا أحيانا لما ننام بوقت متأخر الوقت العصر هون ممكن كتير يضر الجسم. أهم شيء للأهالي يعني نصيحة، نحن قلنا أنه النوم هو تجديد للجسم كله، نوموا أطفالكم بوقت محدد، حقيقة هذا شيء كتير مهم. حتى عم نلاحظ يعني الأطفال اللي أجسامهم حقيقة بشكل سليم وطولهم ووزنهم وعضلاتهم وكله، هن لو الأطفال اللي الأهل كانوا عم ينيموهم بشكل سليم يعني من 8 المساء مثلا يفيقون على المدرسة الساعة 7-8 الصبح، مو معقول نحن نقول للأطفال ناموا الساعة 2 وننتظر جسم سليم، صعب كتير. صحيح. لأنه مناعة الجسم ما عم تتجدد. صحيح. كل الجسم ما عم بياخد راحته، النوم بأوقات محددة هو حقيقة أهم شيء. واحد أنواع علاج اضطرابات القلق هو النوم بوقت محدد. نحن عنا هرمون الميلاتونين هلا كتير بيستعملوه بموضوع هرمون الميلاتونين، هو اللي بيعطينا أنه صار الليل صار وقت النوم وبلشوا جهزوا حالكم للنوم كجسم يعني. هي دماغك تمام. فنحن إذا بلشنا نعلم هلا أكثر الناس بنصابوا بهالاضطرابات هيدي الناس مثلنا مثلا أطباء اللي عندهم مناوبات، لأنه يوم بيناموا يوم ما بيناموا. مثلا أنتوا المذيعين الطيارين الناس اللي بتسافر هدول بيصير عندهم أصلا أحد اضطرابات النوم اللي يسموها نوم النهار والليل ما بيقدروا يفرقوا بيناتهم. طيب. الجسم ما بيقدر يفرق بيناتهم. طيب دكتور خلينا نروح برحلة خلينا نقول المعالجة أو التشريك من قبل الطبيب المختص. اليوم في ناس كتير بتلجأ للأدوية، يعني بيكون مثلا واصل لمرحلة أنه الدكتور بده يدخل دوائيا ولو بجرعات خفيفة. نحكي عن هاي الجرعات وهل هي آمنة إذا كانت على المدى الطويل؟ هلا من ناحيه امنه اكيد هي امنه، بس نحن الخطوره اللي بنخاف منها دائما انه كان اكثر الاشخاص اللي بتتوجه للحبوب هي بيكون عنده اضطرابات ثانيه، يعني هو النوم ما بيكون الاساسي. نحن قلنا في ارق اساسي، في ارق ناتج عن امراض، فاذا كان ناتج عن اكتئاب عن مشاكل بحياته فهو شو حيعمل؟ نحن جسمنا بيتعود على الدواء، يعني نحن هلا اذا بيجعنا راسنا بناخذ سيتامول، الكبد بهذا بخفف لنا وجع الراس. اوكي صح. بس نحن اذا ضلينا عم ناخذ وضل وجع الراس ننتقل عشو على السيتاكودائين وا 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 غيره تمام. فنحن دائما بنزيد مقدار الجرعه لحتى نوصل للتاثير اللي نحن بدنا اياه. فنفس الشيء بالنوم، هن عم يبلشوا صحي بربع حبه، بس اذا ما كان تحت اشراف طبي وبشكل صحيح حيبلشوا ياخذوا اكثر، لحتى لانه ما بقدروا يناموا بعد شهر شهرين ثلاثه اللي هو بيبداوا يزودوا الجرعات. فنحن عندنا بعض الادويه مثل البنزوديازبينات هيدي ممكن تحدث ادمان اذا زادت جرعات بكميات كبيره. فيفضل انه يكون اضطراب النوم إذا وصل لمرحلة فعلا بدأ يأثر على حياة الشخص أنه نحن نشتغل عليه بشكل طبي. الأطباء موجودين، الحجج أنه ماديا بالموضوع النفسي حقيقة أثناء الأزمات كل شيء بينزل إلا الموضوع النفسي بيطلع. في كثير أماكن بتقدم دعم نفسي مجاني، قلت لكم يعني في كثير بيقدموا حتى أدوية مجانية، الهلال الأحمر، الأمانة السورية للتنمية، غوبا، في كثير 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 من الجمعيات اللي هي بتقدم استشارات وأدوية إذا احتاجوا. وفي عندنا نوع من الأدوية ما بتحدث إدمان بس كمان بدأ استشارة طبية، إن كان مضادات تحسس اللي ممكن تساعدنا على النوم شوي. كثير من الأحيان عندنا الميلاتونين اللي كثير عم يستعملوه هلأ للنوم، خاصة عشوائيا النوم. دكتور أحيانا عم يروح شخص للأخذ العشوائي، عم ياخذوه بشكل عشوائي وهذا الشيء خاطئ كثير حقيقة. وللأسف أكثر الأدوية عم تاخذ عشوائية مو من الأطباء النفسيين، لأن إحنا بنعرف كيف لازم تتاخذ شلون لازم تتاخذ، بس بجوز بعض الاختصاصات الاخرى انا منظروا لانه هي شيء ابسط شوي، بس ان ما بتوقعوا ان الشخص يروح باتجاه ادمان. تمام دكتور، في كثير اشخاص يمكن ما بتاخذ هذا الموضوع بالاهميه، بيقول لك انه عادي ممكن انا ما نمت اليوم ما في مشكله، امور نفسيه او جسديه، ولكن يمكن نحن في مشكله هون، في اضطراب ونحن لازم نكشف عنه. اهميه التشخيص اليوم، كيف بعرف انا اليوم انه عندي اضطراب بالنوم؟ هلا بالنسبه لاضطراب الارق، طبعا احنا عندنا كثير اضطرابات نوم، نحن عم نحكي هون بس على اضطراب الأرق، بس احنا عندنا كثير اضطرابات من النوم، يعني عندنا اضطراب المشي اثناء النوم، عندنا اضطراب الكوابيس الليليه، عندنا كثير اضطرابات. بس بالنسبه للأرق انا قلت لك يعني بحاجه نحن لفتره، نحن ما بنحكي على شخص عنده مشكله وضغوط كبيره تمام، متخانق هو ومرته زعجته يوم ما ينام مرتين ثلاثه نحسبها اضطراب أرق، لا حقيقه نحن بحاجه لشهر يكون في خلال كل اسبوع عم يمرق بمرتين او ثلاث مرات من اضطرابات احد اضطرابات الارق حتى نحن نقدر نشخص انه هذا عنده ارق تمام. يعني نحن ما بنقدر نستعجل على الموضوع، لذلك قلت لك تشخيص مثل ما قلتي حضرتك كثير مهم التشخيص، وكثير مهم انتقاء العلاج بطريقه صحيحه حقيقه. يعني نحن مثلا الشخص اللي عنده اكتئاب ليش نعطيه نحن منوم؟ فينا نعطيه مضاد اكتئاب اللي ما بيحدث ادمان، مضادات الاكتئاب ما بتساوي ادمان، وبنفس الوقت بنيمه بالليل. فاختيار الدواء هذا حقيقة أكثر شخص
او نوع من الاطباء اللي عندهم قدره على الموضوع هذا، هن الاطباء النفسيين. جزء دكتور يعني هيك سريعا، لانه الشخص يعني معروفه طبيا اليوم ادويه الاكتئاب ما بتاخذ مفعوله لبعد اسبوعين او ثلاثه بالنسبه للاكتئاب للمزاج، ولكن بالنسبه للنوم لا، بيروحوا للنوم فورا. لا يعني بالنسبه للنوم حقيقه بتاخذ مفعوله فورا. بسؤال اخير دكتور، اليوم هيك عوامل مساعده اليوم بعيدا عن الادويه بعيدا عن بيتهوفن هدول القصص، خلينا على ارض الواقع اليوم، نحن كيف قادرين هيك نوفر بعض العوامل اللي بتساعدنا بتعملنا استرخاء نقدر ننام؟ لا لا مو بيتهوفن، انا ما حكيت بيتهوفن، حكيت موزارت. انا بحب طيب بس حقيقه انا دائما احنا لازم ندور على الاشياء اللي الناس كلها عندها قدره عليها، كل الناس عندها قدره تسمع موسيقى هادية قبل النوم، اوكي؟ مثل ما قلت نحن اهم شيء انه نحن اذا في تعب بالجسم كثير او رياضه او الاشخاص هذول انه يلعبوا رياضه قبل النوم ساعتين ثلاثه، اذا في مي فاتره شوي عندهم موجوده ممكن نحن نغطس حالنا مي فاتره قبل النوم شي نص ساعه. اهم شيء انه نحن نخفف استعمال الموبايل، اي انواع من انواع المنشطات، كافيين، الشاي، اي شيء من هذول نخفضهم. كثير مهم انه احنا ما ناكل قبل النوم شي نص ساعه او ساعه، نريح جسمنا شوي من هالموضوع هذا. وموضوع الاسترخاء اكيد ما حنفوت عم نحضر تلفزيون عم نحضر الاخباريه وعم يعطونا المناظر اللي عم تطلع فجاه تك نفوت على النوم، ما لا ظابطه، لانه اي شخص ما عم يتقبل الشيء اللي عم يصير بحياتك. يعني نحن عم نتعرض لمناظر حقيقه من قبل عدوان يعني بشكل يعني فعلا ما العقل البشري ما بيتقبله، بالاضافه للظروف اللي عم بتعيشها اليوم دكتور، الاشخاص اللي عم تمروا بحياتك. نطفي التلفزيون، نقعد بهدوء، هيك نصفهم بشيء حلو. مثل ما قلت لك على فكره كثير كثير الموضوع بيعطي نتائج واكثر من الادويه، صدقيني جربيه جربيه، والمره الجايه بتقول لك شو صار. دكتور اكيد نشكرك كثير دكتور احمد على كل النصائح اللي قدمتها اليوم بموضوعنا. كنت معنا الدكتور احمد تاجي اختصاصي بالامراض النفسيه وعلاجها. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك. ذكريني بس شو قلتي، القيلوله والثانيه شو؟ والحيلوله. العيلوله ما حكيتيها شو هي؟ ما بعرف، هلا انا سمعت عنه بس بدي اعرف من حضرتك الجواب. يلا ان شاء الله المرات القادمه. شكرا لك بغض النظر عن تسميات الدكتور، اليوم بدنا النتيجه نسمع كنام بهدوء. لا حلو بس هي بعد بحب المعلومات. شكرا دكتور لحضورك اليوم. شكرا، اهلا وسهلا بحضرتك.